وعلشان بقى ما فيش محبة اللي بيقول عليها بولس الرسول محبة تصبر على كل شيء، تحتمل على كل، تحتمل كل شيء، لا تقبح، لا تطلب ما لنفسها، بقينا أنانيين. بقى الواحد داخل في علاقة من غير ما يحس ضميره جوايا هيطلع ايه من العلاقة دي. طب انت كنت بتخرج معانا وبطلت، ما انا كنت لما بخرج معاكم بنبسط، بس لقيت شلة تانية بتبسطني اكتر، انتوا مع السلامة. طب والصحوبية، طب والقديمة، ما فيش. انا يلا نفسي. فأول حاجة المحبة ما بقتش موجودة. علشان كده أوقات كتيرة قوي الواحدة تقول لي أنا بص يا ابونا أنا بغير منها، أنا مش عارف أنا بغير ليه. عشان محبتك قليلة، لأن الآية بتقول المحبة لا تحسد. لو أنا بحب إنسان بفرح له، وعشان كده عشان أنقى عاطفة هي عاطفة بابا وماما لأولادهم. عمرك شفت أب معاه دبلوم تجارة بيغير من ابنه عشان دخل كلية الطب؟ يقول له عرتني، كسرت راسي وكسرت نفسي. يقول له ابوه عامل وهو دكتور، ابنه دكتور، مش راضي عنك ليوم القيامه. في كده؟ مفيش كده. ده يبقى قاعد حاطط رجل على رجل، يقول لك انا ربيت راجل طلع دكتور. ليه؟ لكن مين يغير؟ اخ يغير من اخوه، لان محبه الاخ اقل من محبه الاب لابنه. صح. يبقى انا لما بغير، وده بيخليني أخبط في الناس وأسيئ لسمعتهم لو ناس مدحتهم قدامي بسبب غيرتي، معناه إن أنا ما عنديش محبة مسيحية حقيقية. لأن المحبة لا تحسد ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها، بل تصبر على كل شيء وترجو كل شيء، لأن المحبة لا تسقط أبدا. أول سبب المحبة قلت، لازم أرجع تاني زي الموبايل لما بشحنه، لأن الله محبة. فلما هرجع لربنا وتبقى لي علاقة بيه، الروح القدس هيملاني بمحبة ربنا اللي خلقته، فهحب معظم الناس.